استعدادا لزيارة العاشر من محرم الحرام، دائرة صحة كربلاء تستنفر ملاكاتها الصحية ومؤسساتها في عموم المحافظة لضمان سلامة الوافدين إلى المدينة المقدسة والمشاركين في شعيرة ركضة طويريج. تضمنت الخطة للعام الثالث على التوالي التركيز على الجانب الوبائي، حيث كما تعلمون انتشار الأوبئة عالميا وفي العراق خصوصا الكورونا والحمى النزفية والكوليرا. كذلك ستكون هناك 8 مستشفيات حكومية على أهبة الاستعداد والإنذار طيلة فترة الزيارة، بالإضافة إلى 4 مستشفيات أهلية رئيسية. ولضمان سلامة الطعام والشراب المقدم للزوار، سيرى دائرة صحة كربلاء أكثر من 50 فريقا جوالا تابعا لقسم الرقابة الصحية لفحص المواد الغذائية، كما وضعت مختبر الصحة العام في حالة استنفار لدعم الفرق الصحية والحد من انتشار الأمراض الوبائية. تم توزيع ما يقارب 50 فرقة صحية داخل المدينة القديمة، واجبها متابعة الأغذية والعصائر والمياه المقدمة للزوار من قبل المواكب كذلك المحلات العامة، بالإضافة إلى تجديد إجراءاتنا في السيطرات الخارجية وفرق صحية موجودة، سحب النماذج من الأغذية والإرساليات اللي داخلة إلى المحافظة. استنفر مختبر الصحة العامة كافة الجهود والاستعدادات لفحوصات كافة الفحوصات وخاصة لفحوصات الأمراض الانتقالية ومنها مرض الكوليرا، حيث كثفنا الجهود لفحوصات المياه بشكل مكثف، سواء العينات التي تجلب من شعبة الرقابة الصحية أو التي تجلب من المراكز الصحية والمواكب الحسينية. مع اقتراب زيارة العاشر من محرم من ذروتها، دائرة صحة كربلاء تستنفر ملاكاتها لتقديم أفضل الخدمات الطبية لزائري المدينة المقدسة. لقناة العراقية الإخبارية، حسين محمد، كربلاء المقدسة.